هي الهيئة العربية للتصنيع هي هيئة دولية عربية. الحقيقة تأسست عام 1975 بمشاركة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومصر. الحقيقة الهيئة العربية للتصنيع بتشتمل على 14 شركة ومصنع بتعمل في مجالات عديدة لها جناحين، الجناح العسكري والجناح المدني. إذا بنعمل في الصناعات العسكرية أو الصناعات الدفاعية والصناعات المدنية على السواء. بنحرص على مشاركتنا في هذا المحفل الكبير للاحتكاك ومعرفة أحدث ما وصل إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم. إحنا هنا في الهيئة العربية للتصنيع مشتركين ببعض من مشروعاتنا، من أهمها مركز القيادة والسيطرة المصري، وده مركز الحقيقة تصميم وتصنيع مصري 100%، وده الحقيقة بيخدم في المجالين العسكري والمدني، وممكن أن يكون مركز ثابت أو مركز متحرك. برضو بنشارك الحقيقة بالعربات المدرعة فهد، ودي عربات الحقيقة برضو صناعة مصرية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بالكامل. الحقيقة العربية دي ليها ميزات عديدة جدا. العربية دي ممكن تبقى عربية مراكز قيادة، ممكن تبقى عربية لنقل الجند، ممكن تبقى عربية للإسعاف. برضو عندنا إحنا شركة للطاقة المتجددة بتصنع وحدات لتوليد الطاقة الشمسية في، وبتبقى موبايل يونتس بتبقى للأماكن الحدودية.